ازاي نخلي الشوفان طعمه حلو للفطار او وجبه بعد التمرين؟ الشوفان لوحده ممكن ما يعجبناش، بس بالاضافات البسيطه اللي بنحطها عليه هي اللي بتخلي طعمه احلى. بذور الشيا لو حطيناها طعمها مش هيبان، بس هتدي فوائد اكتر. رشه القرفه مع التفاح بتفرق جدا وبتخلي طعمه وريحته احلى. ممكن تعملوها بالميه او باللبن، ولما ضفت زبده اللوز مع التفاح خلت طعمه حلو قوي. قولولي بتعملوا ايه عشان تخلوا الشوفان طعمه احلى؟ لو وراكم يوم شغل طويل لازم تعملوا حسابكم في فطار يشبعكم ومكوناته صحية وطبيعية على قد ما تقدروا. الشوفان من أكتر الحاجات اللي بتحسس بالشبع، بس مش أي حد بيحب طعمه. ممكن نحط الإضافات بسيطة وبكميات معقولة وألياف، وهتخليكم متزهقوش منه وهتحبوا طعمه جدا. الكمية دي صغيرة بس مش بقى جدا. هنخلي البيض أروماتيك بريحة القرفة والشوكولاتة اللي كلنا عارفينها وبنحبها. هنهرس نص موزة مع كاكاو خام وقرفة وربع معلقة قهوة تركي، ادت لها طعم وريحة حلوة قوي. هنضيف المكون الأساسي اللي هو الشوفان. استخدمت شوفان حبة كاملة عشان مليان ألياف. ضفت نص الموز الباقية وحرنكش أو أي فاكهة تانية، وشمع بريحة شتوية خلت الجو كله دافي وريحة البيت حلوة.